نروح لموضوع آخر مش هي. طبعا عالم التقنية دائما متجدد، ومن أخبار اليوم راح نتكلم عن شركة فيسبوك وخاصية جديدة تتعلق باتصال الفيديو. ضيفتنا في الاستديو اليوم إلي أبو صالح. صباح الخير إلي، أهلا وسهلا، منورنا. شكرا على الاستضافة في اليوم. اللي خلينا نبتدي أنه الجديد واللي تقدمه شركة فيسبوك وليس منصة فيسبوك. تعرف اليوم كنا عم نحكي شوي تحت الهواء أنا وياك عن شركة فيسبوك. أغلبية الشركات بعالم التكنولوجي وقت نحن نطلع عليهم مثل جوجل أو غيرهم، هن ظهروا من يمكن الخدمة الأساسية اللي نحن منعرفهم فيها. يعني إذا عم نحكي عن جوجل تدخل لتنبش على موضوع معين، سنة عندهم هاردوير وقت تشتري الجهازات الموبايل يلي بيكونوا أندرويد. أغلبية هالشركات انتقلوا على الهاردوير. وفيسبوك من حوالي سنتين ثلاثة تقريبا بلشوا يعملوا نفس الشيء. هلا الغي على طول هاني وقت هالشركات بيروحوا على الهاردوير، يعني ببلشوا يخلقوا منتجات فيها نكون عم نشتريهم. بيكون ليروجوا المنتج الاساسي تبعهم. فعلا. فبالنسبه لفيسبوك نزلوا هالديفايسز الموجودين معنا بالاستوديو اليوم يلي اسمهم بورتل. والغي كانت ليساعدوا العالم يعملوا هالفيديو كولز. بالبدايه بلشت من خلال واتساب وفيسبوك ماسنجر للناس تقدر تحكي مع بعضها. فعلا. بس حبيت كون عم ضوي عليهم اليوم بالذات هاني، لان الفيديو كول صار جزء اساسي من حياتنا اليوميه. فعلا. يعني من زمان كنا اذا شخص مغترب بيستعمل الفيديو كول يمكن ليطمن على اهله وعلى اصدقائه. بس اليوم صار ما فيك، ما بيقطع نهارك من دون فيديو كول. صار اتصال الفيديو هو شيء يعني اجتماعي يومي. اغلب اتصالاتنا مع اقرب الناس ممكن تكون فيديو. يعني مظبوط انه كيف ما كان بالنهار كنا ناخذها هيك خلينا فور جرانتد. يعني في البدايه نوضح كيفيه استخدام هذا الجهاز. هم طبعا فيسبوك تقدم جهازين. هنا نحن جبت جهازين على الاستوديو. هنا في اربع موديلات مختلفه منهم، نفسها في الشركه تقدمهم نفس السيرفيس، نفس الخدمه بتحصل عنهم. لحالك لنا ايت هول الاثنين. خلينا نبلش بهول مش عم نحكي عن الميزات تبعهم. سو هذا هو البورتل ميني يلي هو اصغر حجم عندهم اياه. اذا يعني نحن موجودين بالبيت عندك هالون اون وان كولز، الاتصالات بين الافراد فيهم يكونوا عم يستعملوا هالديفايس. واكيد فيك تكون عم تتحكم بالانكلينيشن تبعه، يعني يا ما بيكون لورا يا ما بيكون لقدام. سو هذا بالنسبه للميني. اذا بنروح على ثاني ديفايس، رح شيل هذا وقرب لهم اياه على ثاني فريم. ساعدني اذا عم بشتغل مضبوط بالاخراج. لا قاعد تشتغل مضبوط. احنا اليوم مخرجنا يعني يعني جايبين احتراف نبيل اسمر. لا انا ما عندي عم شو اذا انا عم بساعده ولا عم ساعده. والله هو حقيقه مخرجنا ما يعجبه شيء كله، يعني تجيبها من هنا ترجع من هناك يحيرنا. يعني قال له ينقل الكاميرا بده اياها ونحن بنلحقه. ماشي. سو الفكره من وراء هيدي، سو هيدي ستاند الون ديفايس لحالها هاني. وهيدي بتنوصل على التي في الموجود بالبيت. يعني بتصير تستخدم الديسبلاي تبعك، بتصير صوره على التي في اللي بيكون موجود عندكم. وكثير سليك يعني شكل في المايك الامور كلها من عندها. مزبوط. سو هون اذا بتطلع عندك هالمايكس يلي هن في عندك اكثر من 8 مايكس موجودين فيها ليقدروا يسحبوا الصوت بالاوضه باسلوب منه مشوش، يعني ما بتسمع هالنويز باك جراوند الا ما في هالضجيج. والكاميرا يلي هي موجوده قدام وبتنوصل فيها HDMI وكهرباء. اكيد بدك تعطيهم كهرباء اثنيناتهم. والانترنت واي فاي يعني ولا وايرلس؟ كوركت. سو الكونكشن هون بتصير من خلال واي فاي. فانت هو الوقت توصلهم على التي في ان كان هذا الديفايس يا اما هذا الديفايس لحاله ما عم توصلوا على شيء ثاني. بتشبكوا بالواي فاي وهون بيصير فيك تدخل على مثل الستور تبع بورتو لتقدر تحمل هالابلكيشنز اللي انت بدك تكون عم تستخدمهم. برايمرلي تحديدا هي الفيديو تبلش للفيديو كولز. ممتاز. طيب في احنا قاعد نشوف بالنسبه للخصوصيه انه نشوف في تسكيره يعني مظبوط. بتعرف اليوم يعني وقت بنفكر بهالاجهزه الذكيه اللي صارت موجوده عندنا بالبيت. في كثير ناس بتسال حالها هالسؤال انه طب هل هالتسجيلات عم بيتسجلوا؟ هل الكاميرا حدا عم بيراقبنا؟ وهل انا يعني يعني احيانا ما نكون احنا بوضع اتصال، هل قاعد يسجل هذا؟ هل قاعد فالحل يلي موجود بهالسيرفيسز يا اما بهالهاردوير بهالامور الموجوده معنا بالاستوديو انه فيك تسكر الكاميرا ولحالها رح تكون عم تطفي الميكروفون كان هيدا، يا اما هون كمان فيك تعمل نفس الشيء. هذا نفس الشيء اثنيناتهم نفس الخدمه موجوده فيهم كلهم. كنا عم نقول هنا في اربع اشكال مختلفه بهالاربع ديفايسز متوفرين بالاسواق، هل برايفسي موجوده بنفس الاسلوب؟ يعني اللي مساله المكالمات الفيديو دائما تتطلب جوده صوت وجوده صوره، وايضا يعني بما يخص الاضاءه
كيف ممكن نتعامل بشكل عام مع هذه؟ سؤال كثير مهم هاني. يعني نحن اليوم موجودين بالاستوديو، بتطلع حوالينا في نعم. فريق، في مخرج فعلا. في اضاءه، كل نعم. هالشيء لنقدر نكون عم نبين بالصوره المناسبه. نعم. بالفيديو كولز اللي بتعملهم اليوم، ان كان بالشغل يا اما مع اصدقائك، المشاكل هي يا اما نعم. الصوت مش ضابط، يا اما الصوره معتمله بيكون ضو جاي من ورا. صحيح. اما اذا بدك تتحرك انت موجود بالبيت ما فيك تتحرك، لان بيصير بدك تحمل صحيح. الاغراض، ان كان الموبايل ان كان اللابتوب، فمنا عمليه. نعم. سو هل ديفايسز من بورتل هن فيهم كاميرا ذكيه؟ اذا بدنا نختصرها هي كاميرا ذكيه. شو يعني الكاميرا الذكيه هاني؟ الكاميرا الذكيه بتلحقك انت وعم تمشي بالبيت، رح تكون عم بتزبط الاضاءه منها لحالها. يعني تتحرك معك. تتحرك معي، تحرك العدسه، تتحرك معي مش العدسة، الجهاز تتحرك معك. نعم. مزبوط. سو العدسه بتكون عم تلحق الشخص، فكمان عندها القدره انه تقدر تتعرف على الشخص الموجود قدامها، على الوجوه، لتقدر تعرف انه انا هون لازم يكون عم ركز الصوره تبعي. شوف الصوت من وين، فيها سنسر للصوت او شيء، فهي تنتقل يعني. اكزاكتلي exactly. مثل ما نحن قاعدين هون، بس فرق نحن في 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 مخرج وفي ايه. فريق اعداد. في مخرج مو عاجبه شيء. ايه. هلا انا هي مش يعني فيك تستبدل فيها مخرج هاني، بس بتساعدك. لا لا، إذا لو راضين علينا الآن. لا لا راضين إحنا بالنسبة لأستاذنا نبيل، أستاذنا على رأسنا، إحنا مرات نأخذ نعطي معه نمزح معه. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا على هالمعلومات. يعني المعلومات، وإن شاء الله كل المشاهدين يستفيدوا من هذه التقنيات، وفعلا مكالمة الفيديو صارت شيء أساسي بالشغل، بالمكالمات العادية. فشكرا جزيلا، وإن شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمة. إن شاء الله خير. Thank you لإلك، و thank you على الاستضافة. لا شكر على واجب. في بعض الميزات مشاهدينا لهذه الأجهزة، خلينا نتابع منها شيء.